منذ ان بدا التمرين اللعيبه كلها ما بقتش تفكر في اي حاجه خلاص، هي بتفكر في شيء واحد فقط، خلاص احتفلنا اتبسطنا اقل من 24 ساعه دول، دلوقتي خلينا بقى نفكر في المباراه اللي جايه يوم الاثنين اللي جاي. انا بلعب باك رايت همسك مين، انا بلعب باك ليفت هلعب على مين، انا بلعب راس حربه هجيب جون ازاي، هنعمل ايه، ايه هي اهم نقاط الضعف اللي موجوده في بايرن ميونخ، ايه هي اهم نقاط القوه وهي كتير جدا موجوده في بايرن ميونخ. هو ده اللي هنتكلم فيه، هو ده اللي اللعيبه بتفكر فيه بالمناسبه. وانا بتكلم مع اللعيبه قد ايه هم مبسوطين ولكن حاسين بالمسؤوليه الكبيره اللي موجوده عليهم ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي. عارفين ان النادي الاهلي وجمهوره ما بتفرقش كتير انت بتلعب مين، انت عايز تكسب وخلاص. ايوه عايز اكسب وخلاص، ايوه عايز اكسب وعايز اجيب جون واثنين وثلاثه واربعه وعشره لو اقدر، هي دي كره القدم بالمناسبه. لكن ايه اللي هيحصل يوم الاثنين محدش عارف، ما انا ممكن لا قدر الله اتغلب. كره قدم انت بتلعب بطل اوروبا، بتلعب بطل العالم، انا اسف بتلعب بطل العالم، لانه بايرن ميونخ فاز على انديه كبيره جدا 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 خلال الفتره السابقه في دوري ابطال اوروبا. بتلعب 11 لاعب تقريبا نقاط الضعف اللي موجوده في بايرن ميونخ قليله جدا قليله جدا، ولكن هل هو في فريق في العالم بدون نقاط ضعف؟ مفيش، بتحصلش يعني، عمرها ما حصلت ان احنا سمعنا عن فريق في العالم كله ما عندوش نقاط ضعف. ولكن هنتكلم النهارده عن نقاط الضعف اللي موجوده في بايرن ميونخ، هنتكلم عن نقاط القوه اللي موجوده في بايرن ميونخ، هنتكلم عن كل ما يخص بايرن ميونخ وهنحلله لحضراتكم زي ما عملنا مع الدحيل. مع الدحيل بالظبط، عملنا ايه مع الدحيل؟ اول يوم اتكلمنا عن نقاط القوه اللي موجوده، الهاف ليفت الجناح الايسر والجناح الايمن والراس حربه اللي موجود ومجموعه اللاعبين اللي متواجدين كلهم.